طبعاً هنا نختار ستال كولين. ستال كولين وش بيسوي؟ بيرتبط بالمسكالين كونسبتور، بيزيد الكونتراكتيلتي، معناته الوقت بيقل. وحنجرب نضغط على ستال درج، نحط الدرج هنا، ناخذ الفوت نحطها في أعلى المربع، شوفها دخل هنا. وش نسوي؟ نضغط ستارت كلوك، حيبدأ يحسب معنا. نفس الشيء تنتظر يوصل هنا، ونفس الشيء مع الدرج الأول تحسب تحسبها ثلاث مرات، يعني تجرب ثلاث مرات. إذا جربت ثلاث مرات تأخذ الأفريج وتقسمها على ثلاثة وثم تطبق. هنا خلاص 25. طبعا تجربون التجربة ثلاث مرات على الدرج وتقسمونها على ثلاثة.